الأخبار، مش كفاية لعب بقى؟ لا يا ماما مش كفاية. لا بقى كفاية، علشان تعبانة، حاسة ان البيبي خلاص قرب يطلع. هو البيبي ولد ولا بنت؟ بنت ان شاء الله يا حبيبي. لو سمحتي عايزين 3 آيس كريم. والأمير اتجوز الأميرة وعاشوا مبسوطين مع بعض وخلفوا صبيان وبنات، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حبيبي نام خلاص زي الملاك. مامي مامي عاوز كب كيك. طعمه حلو قوي يا ماما. الحقوني، البيبي شكله هيجي دلوقتي. مازن خليك هنا، نروح انا وبابا المستشفى ونرجع على طول. ماما اتأخرت قوي. وحشتوني قوي. وانت كمان وحشتني يا حبيبي. شوف اختك جميلة ازاي. الله اختي حبيبتي. امتى بقى هتكبرني علشان نلعب مع بعض؟ احنا كبرنا خالص، تعالي بقى اعلمك تمشي. يلا امشي واحدة واحدة، انت ساندة عليا اهو. بابا ماما صافي بقت تمشي. شطورة يا صافي، يلا شطورة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. برافو برافو. مستعدة يا صوفي لأول يوم في المدرسة؟ أنا مطمنة علشان أنت معايا. يلا يا بنت من هنا، المكان ده مش للأطفال، احنا عايزين نلعب، احنا الكبار. لا مش خارجة، انا عايزة العب. هتخرجي ولا اضربك؟
تضرب مين؟ ما تخافيش يا حبيبتي طول ما انا معاكي، مش هخلي حد يضايقك ابدا. علمني بقى ازاي العب سلة. احنا جينا. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة. ايه الورق ده؟ درجات الامتحان يا ماما. وريني كده درجاتكو. برافو يا حبيبتي، انت جايبة الدرجات النهائية في كل حاجة. انا هحطها لك في برواز وهعلقها في اوضتك. وريني درجاتك يا مازن. ايه ده يا مازن، انت ناقص درجتين؟ لا، انت لازم تحسن درجاتك المرة الجاية وتذاكر اكتر من كده. حاضر يا ماما. انا مبسوطة قوي يا بابا. وانا كمان يا بابا عايزة العب. أيوة، إيه الأخبار؟ طيب أنا جاي لك حالا. وفي الآخر سكان المدينة كلهم عاشوا في أمان، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. انا مش قلتلك يا بنت انتي ما تجيش تلعبي هنا تاني؟ الاطفال ما بيلعبوش هنا. شكلك عاوز مازن عشان يضربك تاني. مازن مازن، الولد ده بيضايقني وعاوزني اطلع برا الملعب. عنده حق، اطلعي برا الملعب. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. يلا كل واحد يشوف الهدية بتاعته. ايه ده يا ماما، موبايل؟ الله، شكرا قوي يا ماما، شكرا قوي يا بابا. ايه ده يا ماما، ايه ده يا بابا، جايبين لي كتاب؟ ايوه، علشان تحسن درجاتك شوية، ولما تبقى شاطر زي اختك هجيب لك موبايل. لا يا ماما، مش عايز الكتاب ده ومش عايز هدايا. محدش بقى يحبني ولا يهتم بيا، انا لازم اسيب البيت وامشي. انا مش عارف هعمل ايه دلوقتي، هاكل ازاي واشرب ازاي؟ بس مش مهم، المهم اللي انا سبت البيت ده، محدش بيحبني فيه. ماما انا هروح المدرسة، هو فين مازن؟ ثواني، شكله راحت عليه نومة، انا هطلع صحيه. اخوكي مش موجود في اوضته، هو راح فين؟ انت بتقولي ايه؟ مازن فين؟ انا
لقيت ورقة مكتوب فيها انه هيمشي ويسيبنا علشان محدش بقى يحبه في البيت. شكله كان زعلان قوي امبارح. معقولة يفكر التفكير ده؟ احنا لازم نطلع ندور عليه حالا. انا تعبت من الاكل اللي في الزبالة، انا بطني وجعتني قوي. مازن ابني مالك؟ ابني حبيبي، الدكتور بيقول لازم يتنقله دم حالا، فصيل الدم سيصافي. انا هنقله دم يا ماما، ده اخويا ونفسي يعيش. بابا ماما انا فين؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. بقى تعمل فينا كده؟ احنا كنا هنموت من غيرك. احنا والله بنحبك قوي، احنا بس اهتمينا باختك اكتر شوية عشان هي لسه صغيرة. عارف اختك هي اللي اتبرعت لك بالدم وانقذتك من الموت. شفت بتحبك قد ايه؟ انا اسف يا ماما، انا فهمتك غلط. زبيب ده هي مامي. سيديب اسكت بقى. مامي قالت زبيب بدل زبيب. سيبيب الدجوس هنا. اختي حبيبتي، يا اختي حبيبتي، اختي حبيبتي. مش هخلي هخلي من الضحكه دي شويه. مش هخلي مش هخلي مش هخلي حد يضايق فيكي شلل بعد. مش هضايق.